افهم انك صاحب رؤيه يعني. انا صاحب من ناحيه صاحب رؤيه صاحب رؤيه. قبل ما نبدا اليوم كله انا صراحه قريت خبر ضحكني. شنو؟ يقول لك واحد مع مرته يقول لك تقريبا 20 سنه يدفع اجار. حلو؟ حلو. والريال ما عنده مشكله. حلو. يقول في يوم من الايام يقول انا الحين صار لي 20 سنه ادفع اجار حق مكتب، بس انا عمري ما رحت المكتب ان اتاكد ان هذا المكتب شنو بالضبط. يقول رحت المكتب مو موجود، ماكو مكان يعني احداثيات المكان، ما في مكتب، جمعيه عاديه يعني. يقول يطعس مني ولا مني كان مرتتي له، كان قال ايوبا اللي كان قاعد ياخذ الاجار انا مرتك، انا كنت متفقه مع ناس نسوي مكتب وهمي انزين احساس ان انت بدال ما تدفع لي مصروف البيت كنت تدفع لي مصروف البيت زائد اجار البيت اللي احنا ساكنين فيه وانا اخذه فيعتبر مصروفي. والبيت مال منو؟ مالهم يعني، هو ساكن اجار وهي موهم وهمته، هي وهمته انه ساكن اجار. حلو. بس هو البيت اصلا بيته خاش عليه وثيقه 20 سنة. 20 سنه وتاخذ منه فلوس 20 سنه غير اللي يعطيها ومعاشها قاعد فعلها اجار. كيدهن بنون كيدهن بنون سدان. شلونك؟ هلا بالحبيب، يعطيك الصحه والعافيه. انا قرب. ايه هلا بالحبيب ان شاء الله. اليوم علي خاجه انا مستاء. اي انا غير ان انا مستاء انا متضايق. هي نفسها ترى بس لا كلمه هو ما انت مستاء نفس الاستياء اللي كنا نسمعه اول. انت مستاء. انا خليكم شلونك صدق كل واحد مستاء يصير فيه شيء. انت وانت 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 اهل انتخابات واهل السياسه، انا ما الف هالامور هذه، انا ريال. انت ايش فيك الحين متضايق؟ ليش لا لا انا انت شفت لو صار امس؟ شفت لو صار من نتائج ثانويه؟ ايش فيها نتائج ثانويه؟ لا علي علامك علي. لا والله اسمح لي. ها. لا والله اسمح لي علي، والله اسمح لي. ايه؟ هم مو يعني هم مو قاعد يفكرون ان باكر هذول اللي بيروحون الجامعه هل في مقاعد راح تكفيهم بالجامعه؟ زين اي جامعات بيروحون؟ هل في ناس راح تدفع حق الجامعات الخاصه؟ زين هل الجامعات الخاصه مستعده انه يكون عندها هذا الكم؟ هل يعني موضوع مو ان انا اخذ نسبه 100% علي، تدري شنو يعني تاخذ نسبه 100%؟ شاطر يا شاطر. اينشتاين بجلالة قدره، على حسب الامتحان يا اخي، هو بجلالة قدره ما اخذ 100%. ما اخذ 100%. نسبة النجاح الحين بس عشان اسف محمد بس نسبة النجاح قبل يعني هالسنة 98% بوينت 8 من 10 يعني اللي ما يعني ما قدروا ينجحون هم واحد من كل 100. بس لا هذا مو اللي ما نجحوا على فكرة، في ناس اللي ما دشوا بنسبة النجاح اللي هم عندهم دور ثاني، اللي مثلا ما قدم عذر طبي في بداية السنة، اللي ما حضر اللي ايه ما حضر ايه، فبالتالي يعني فممكن ينجحون هذيلا وتكون نسبة نجاح 100%. اي ليش لا؟ يعني هذا ترى احنا قبل 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 لا يحط القرار التدوير الدكتور حامد العازمي وزير التربية السابق كان نسبتنا بالتسعينات وكان في اختبارات ولجان وهالفيلم هذا، بعدين يوم دوروا المدراء نزلت من 90 الى 63 اعتقد او 67. هني معقول يعني هني إيه؟ هني معقول مع نوايد بس معقول إيه؟ معقول 100%. بس مو الكل عاد 100%. احنا مفروض الحين نصف مع اليابان والمانيا. لا انا الحين قاعد احكي عن نسبه النجاح. ايه نسبه نجاح الطلبه، كل اللي امتحنوا كل اللي امتحنوا 98% منهم بوينت 8 نجحوا عبروا الصف ال 12. إيه؟ هذه اعلى نسبه في تاريخ الكويت يعني. صحيح في تاريخ الكوكب، في تاريخ مو نسبه مو درجه طالب، مو درجه نسبة الطالب نجاح. نسبه النجاح عرفت ليش عرفت على شايب نقطتين و60 بالتجاري وتشعيب تجاري كان عرفت. عندك 100 طالب امتحنوا إيه؟ اللي نجحوا منهم نجحوا 98% بوينت 8 صح كذي بس هذه نسبة النجاح. اوكي بشار مو النسب المئوية اللي الطلبة حصلوها، نسب المئوية في خمس طلبة حصلوها. انا مو مقتنع باللي صار بالموضوع نهائيا من بداية سالفة التعليم عن بعد، هذا انا اصلا مو داش بالي نهائيا نهائيا. وكيفكم تتصرفوا انت هذا معلم معنا هني. معلم محمد السداني مساك الله بالخير، مساك الله بالنور، يعطيك الصحة والعافية. يعافيك اليوم اخوي انتو. نعم
اليوم انت وعلي خاجه لا لا ايش علي خاجه قناه الجزيره اللي قاعد تسويها هذه ما يصير معليش 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 لك فرصه تتكلم لك فرصه تتكلم تفضل اخوي محمد سداني تفضل لا معليش معليش محمد سداني تفضل اخوي علي خاجه معليش اخوي علي خاجه بس دقيقه انت اللي بدات انت اللي بدات تذكرون الفيديو هذا انت اللي بدات هذا في الطاوله شاكر شاكر خل نسمع خل نسمع من الاستاذ محمد سداني اليوم نكلمك معلم نعم ايش رايك بالوضع اللي حاصل تعليميا بالكويت على الاقل في الظرف الاخير هذا بالظرف الاخير اول شيء يعطيكم العافيه على الاستدعاء هنا لل اي استدعيناك اي استدعيتوني عشان نعرف المعلومات يا امور حاضر حتى احنا ننتبهكم تمام بداية التعليم توقف بالكويت تاريخ 2/3 قالوا ما في حضور في المدرسة فبالتالي الوزارة قررت أنه ما في طلبة ولا في معلم يروح المدارس واستمرينا على هالحال إلى خمس شهور إلى أن سوت الوزارة منصة تعليمية اللي هي هذه 400 دينار اشتغلنا عليها فترة شنو 400 دينار؟ المنصة اللي سوتها وزارة التربية هي بدتها من الصفر بنت منصة وتعليمية وفيها فصول وكذا قالت ان المنصة سووها ب 400 دينار هم قالوا ان تكلفة المنصة 400 دينار يعني أوكي. كنوع من التوفير على الدولة يعني يعطيهم العافية الله يعافي هذه المنصة اللي اخترقها واحد ايوه بالضبط فصارت فيها اختراقات وقام يصير فيها يعني ما قامت تشتغل بالشكل المطلوب وبالتالي وهالفترة هذه كان وايد ناس أكاديميين ومعلمين يطالبون الوزارة بتفعيل حسابات تيمز للمعلمين اللي هي أصلا موجودة من 3 سنوات في الوزارة واللي احنا كلنا عندنا يوزارات في تيمز والبرنامج ببلاش حتى الطلبة عندهم يوزارات فيه من سنوات الوزارة أخيرا اقتنعت بعد 5 شهور وقالت يلا بنطبق تيمز طبقوا تيمز وفعلا 6 أسابيع والتعليم عن بعد وكان ما في اختبارات في مشاريع الى الان يعني هذا الشكل ترى مقبول يعني انه فعلا الدوله لازم تسوي كذي لكن المحصله اللي مصدوم منها بشار ومصدوم منها ناس وايد انه شلون إن نسبه النجاح صارت 98 هي منطقي تصير 98 لانه ما في اختبارات وان الموضوع بس دز تقرير والتقرير هذا ممكن ينسخونه 6-7 أو 30 طالب ويدزونه حق المعلم شنو المعلم ما يشيك لا يعني انت الحين بالفروانيه وانا بمبارك كبير واحد من العاصمه يتداورون التقرير او ان 6 فصول الطلبه يتبادلون التقارير يعني يصير في حيل يعني ما في اكثر من حيله اكثر من حيله لكن الموضوع مو مأساوي من هالمرحله هذه احنا عندنا وإشكالية التعليم مو من التعليم عن بعد لكن هي في ضعف القرار وفي مركزيه القرار تخيل ان الوزاره هذه لو كل مدرسه مفوضه بالتعامل مع طلبتها بالطريقه اللي هي تفضلها كان احنا مبلشين من 1/3 وبلشنا ندرس وبلشنا نطبق التعليم مدمج انه والله 20% يداومون بعدين 80 بعدين 40 لما نوصل الى مرحله ان نقدر نداوم يعني العالم كله يطبق هذه النظريه ان ما يصير الطلبه كلهم يقعدون بالبيت وما يصير الطلبه كلهم يداومون لازم يصير في حل في الوسط ان لازم يكون في صلاحيات للمؤسسات التعليمية لازم يكون في صلاحيات للمناطق التعليمية اللي من الممكن أن يعني تنظم نفسها بنفسها وما ننطر قرار الوزير أو قرار مجلس الوزراء أو قرار وزير الصحة وهذا اللي خلانا إحنا الحين بندش السنة القادمة اللي هي 14 والكل حاط إيده على قلبه 3 ساعات عندنا تعليم طيب 3 ساعات هذه شلون بتكون الطريقة هل راح تستمر موضوع يستمر موضوع ما في اختبارات ما في يعني أدوات قياس وتقويم إلا التقارير هم هذه أسئلة كثيرة الحين المعلمين موجودين بالكويت اي موجودين كلهم بالكويت والوزارة فارضة ان المعلمين كلهم يداومون بالمدرسة لازم تكون بالمدرسة اي انت لازم تكون ليش؟ كذي لا هو شنو تحتاج من مدرسه صدق والله ماكو شيء يعني المدارس الكويت اغلبها عشان لا اعمم اغلبها ما فيها انترنت ما فيها كمبيوترات حتى الاماكن انا لو عندي مثلا في 27 حصه بنفس الوقت اذا صف ما في كهرباء اذا صف ما في نت اذا صف والله ما ادري شلون صاير ما راح اقدر ادرس هالعدد هذا كله بنفس المكان هو طبيعي السؤال ليش يعني انت لما يجيكم تعميم كذي انت اول شيء الحين بس انت
موجه الحين؟ لا انا الحين بصير مدير مساعد. بتصير مدير مساعد بمدرسه معينه؟ مدرسه معينه. زنيكم القرار؟ نعم. يقول لكم ان لازم المعلمين يكونوا موجودين. ما تسالون ليش؟ احنا نقول ليش، بس يقولك نفذ بعدين اسال. نفذنا. تسال ليش تخلي المعلمين يداومون؟ كل موظفين الدوله يداومون، ليش انتم ما تداومون؟ زي انا بداوم، انا بداوم بدرس عن بعد. تخيل ان انا عندي مثلا مدرسين اثنين قالوا لهم سافروا، يوم تصريح وزير التربيه قال اللي حاب يسافر يسافر، فعلا راحوا سافروا. عشان يقولوا لهم ترى اللي ما راح يرد راح نخصم عليه. طيب شلون رد انا بمصر وبسوريا؟ ممنوعين من يسافر، ممنوعين من دخول. ليش انا اكون بالمدرسه؟ تخيل ان مدرسه فيها 160 معلم، 160 معلم راح يقعدون 100% راح يقعدون يا بعض، 100% راح يتخالطون. هل حياة المعلم ما لها قيمة وحياة الطالب أغلى من حياة المعلم؟ ليه؟ طيب أنت هل وفرت لي؟ إحنا الموفرين كل شيء، أنا ما قاعد أقول كذي إن الوزارة توفر، لا أنا أقصد إن كل واحد يقدر يقعد ببيته بدوانيته بمكتبه وكذا ويدرس عن بعد. اللي ما يقدر يقدر يروح المدرسة، وفي يعني في 4-5 كمبيوترات ممكن يوفرونها المدرسة وتمشي الأمور. لكن إني أنا أخلي المدرسين يداومون من المدرسة ويروحون يدق سلف ويغتر ويبدل ويسوي وكل هذا، ولا ويقعد من الساعة 7 إلى الساعة 1 بس قاعد بالمدرسة. ما اقترحتوا حلول عليهم؟ ما اقترحتوا مثلا جدول معين شيء؟ قبل الحلول، مدرس البدنية والفنية والديكور والهذا ليش يروح؟ الموسيقى ليش يروح؟ ليش؟ يعني انت تبي المواد العلميه، رياضيات، لغه عربيه، انجليزي، المواد الاساسيه اللي هذا المدرس البدنيه شنو بيسوي؟ قالوا لهم صوروا فيديوهات، صوروا فيديوهات حق شنو فيديوهات؟ يعني عشان يشرحون الحركات الرياضيه وكذي تمارين. هذا والله اي والله فعلا سووا لهم، صوروا. طيب صوروا. طيب ليش يداوم بالمدرسه؟ ليش يروح المدرسه؟ انا عشان كذي انا اقول لك احنا ما عندنا تعليم بالكويت. هو نفس الرصيف ونفس الممر ونفس الشاطئ، دولة لازم يكون فيها شنو؟ لازم يكون فيها شوارع ويكون فيها وزارات ويكون فيها تعليم ويكون فيها صحة وإسكان. والله لكن تعليم حقيقي، أنا يعني إحنا أول يوم كنا في بداية نشأة الدولة كنا نعاني من الأمية، فيابوا لنا مدرسين وعلمونا ودزينا بعثات وتعلمنا وخذينا شهادات. الحين احنا نعاني من نفس الأمية لكن شهادات عليا، عاد اللي عنده أمي عنده دبلوم، أمي عنده دكتوراه وكذي. فعلا احنا ما عندنا تعليم، هذا المنظومة هذه كلها ما عندنا فيها تعليم. الحلول، احنا صار لنا ومجموعة معلمين كلنا شباب وكويتيين وكذا اقترحنا اكثر من حل. اولا كان في اجتماع مع المجلس الأعلى للتخطيط وقلنا يا جماعة احنا مفروض نسوي إعادة هيكلة لمنظومة التعليم في الكويت ونلغي الوزارة ونحط جهات رقابية ونعدل الموضوع المناهج ونفك ارتباط الأجهزة التنفيذية وأجهزة بناء السياسات والأجهزة التنفيذية من بالوزارة، وبالتالي كل يعمل في اختصاصه وفي تسلسل إداري مضبوط. ما حد عبرنا. قعدنا من شهر 3 إلى شهر 5 أو لما فتش الحظر الكلي قدمنا وقعدنا ويا ناس واجتمعنا ويا من وكلاء ووزراء ونواب. القضية مو مهمة. تخيل أن الناس يروحون يتهاوشون على خيشة بصل، لكن أما أقول أنا ولدك راح يصير له مشكلة بالتعليم أو ما راح يحصل معلومات كافية في التعليم، عادي مو مهم، خله بياخذ شهادة يخله بعدين يتعلم، وبعدين يتعلم يصعد الجامعة طوفه بعدين يتعلم. انا اهم شيء عندهم انه يكتب ويقرا بس. انا قاعد اقول لك احنا عايشين اميه فعلا. حتى في طرح المسؤولين سواء سياسيين نواب اي احد حتى المهتمين بالشان السياسي اللي يطرح قضيه التعليم اعرف ان القضيه خسرانه من بدايتها. يعني هذا بالنهايه مو مصالح احد. جمعيه المعلمين وينها؟ جمعيه المعلمين مع احترامنا وتقديرنا للجمعيه، لكن تصريحاتها كانت يعني أعتقد يعني ما أدري هل هسه انتخابية هل هسه بعيدة عن الواقع، لكن كان وظاهر أن في صدام بينهم بين الوزير أو شيء كذي، فما كانت على قدر الطموح صراحة. والموضوع أكبر من جمعية المعلمين، الموضوع موضوع قرار سياسي، أن مثل ما انتشلت الدولة في موضوع الفساد تنتشل من موضوع التعليم. جمعية المعلمين ما تقدر تعدل أي شيء بالتعليم. التعليم لابد أن يكون هناك قرار سياسي حقيقي، في هناك رغبة حقيقية في تغيير واقع التعليم، وكلنا لازم
يعني نشارك في هذا المجال. ما يصير اني انا اي واقول لك يلا نسبه عيالكم 98 بعدين انت بطبيعه الحال راح تقول اي والله انا بودي ولدي جامعه الجامعه الفلانيه ولدك يروح ندفع له اكثر من نص مليون دولار عشان يرد ببعثته ولا يهني يقعد يطالعنا ويتوظف مثلا بكول سنتر وهو مهندس نفط. الحين خلينا نقول مثلا اللي تخرجوا من الثانويه ودشوا الجامعه الدوله راح تصرف عليهم نفس ما صرفت على الثانويه والابتدائي وغيره، ما كمل لانه ما قدر على الجامعه لان الجامعه تصفي. اي في 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 ترى في يعني مسارات اخرى، يعني الدوله الجامعه تبتعث علي في مثلا يو سي ال قويه وجامعه محترمه ولا شي يقول؟ يقول لا يا معود خليني أحول. وين أحول؟ أحول جامعة في أرياف أمريكا أوكلاهوما وتسكالوسا وين بس معترف فيهم عندنا بوزارة العلم العالم. طبعا هي معترف فيها والوزارة تدري أنها جامعة طايحة حظ. يعني موضوعنا اليوم عن التعليم عن بعد خاصة بعد القرارات اللي طلعت من وزارة التربية. أنا خلي أقرأ بس القرار اللي يعني تكلموا عنه وأعلنوا عنه يوم الخميس اللي فات، إن اعتمدوا توصية بتقسيم اليوم الدراسي ودوام العاملين في المدارس إلى فترتين، صباحية للمرحلة المتوسطة والثانوية ومسائية للمرحلة الابتدائية باستثناء الصفوف من الأول للثالث. سيكون التعليم فيها من أولى ابتدائي لثالثة تعليم غير متزامن، أي عن طريق الدروس المسجلة بالإضافة إلى رياض الأطفال. حلو. طبعا الصف الرابع والخامس التعليم المتزامن خلال الفترة المسائية من الساعة 3 إلى الساعة 5. كذلك التعليم المتزامن في المرحلة المتوسطة من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 10:30 الصبح، والمرحلة الثانوية من 10:40 دقيقة ل 1:30. هذا القرار أو هذا اللي اعتمدوه وزارة التربية حسب ما أعلنوا يوم الخميس اللي فات. نبي نسمع آراء الناس بهذه القرارات واللي راح تكون مطبقة من يوم 14. ويانا الأستاذ محمد السداني اليوم احنا مقابلينه كمعلم وكشخص منظومة التعليمية. بالمنظومة التعليمية، ما هو كإعلامي وزميل بعدين نسولف فيها هذه لاحقين عليها. نسمع نبيل وناخذ اتصالاتكم على 22-20-90-4 بعد شوي. الديوانية مع علي خاجة وبشار الجزاف. توهق لا اشرت لي ما شنو قالت لي قالت لي قول منو معانا. معانا احمد محمد السداني معلم من وزارة التربية، واليوم موضوعنا عن التعليم عن بعد. وعلي ترى وترتوني. اي والله وترتوني ما ايش فيني. علي تبي تدق على حد دق رقمنا. اي خلني اذكر زين رقمكم 220-20-90-4. اليوم احنا قاعد نتكلم على النتائج اللي صارت. علي قول. علي قول خلاص والله قول. باكر من بيلعب نهائي. لا مو موضوع عشان لا افتح علي. اي عشان لا افتح. ام فاطمه. ام فاطمه هلا والله. هلا يا هلا وغلا يا فاطمة. أهلين. هلا والله. أنا معلمة بنفس الوقت ولية أمر. إنزين. طبعا كل اللي قاله الأخ السداني صح. إنزين. بعدين لو كنا بادين من شهر 4 كان مخلصين السنة. لأن راح يكون لو مثلا نحدد الصف الأول عن الابتدائي، الصف الأول يوم يداومون يتوزعون على الفصول كلها اللي بالمدرسة، ترى ما يضر شيء، ترى كل مكان قاعد نروح، كل مكان قاعد يروحون عيالنا. يعني ما أثر فيهم، يعني سوري الدول المجاورة كلهم افتحوا وداوموا، حتى اللي سبب الوباء الصين داوموا. صح. اللي عيالنا دلاعة، يعني أنا معه، ترى إحنا راح نعاني، أنا مدرسة وبنفس الوقت ولية أمر، راح يصير شنو علي؟ أنا عندي إعفاء أول شيء عشان أكون صادقة. بس راح أكون قاعدة من الساعة 6 علشان بناتي تريقون يقعدون الساعة 8 يجابلون اللابتوب 4 ساعات أو 3 ساعات. أم فاطمة سؤال. لو قالوا أن التعليم داخل المدرسة تودين بناتك؟ أوديهم بس يكون تقنين، يعني في برنامج يصير. يعني مثل ما قلت لك، يعني الصف السادس متوسط يداومون يوم، اوكي، ياخذون المواد الاساسيه، اوكي، السابع يوم، ثامن يوم، تاسع يوم، فيصير يوم واحد بالاسبوع، يوم واحد بالاسبوع وباقي الايام
باقي الايام توزع على المراحل الثانيه يعني. اي يعني لا بس الطالب في الصف السادس شو يسوي باقي الايام؟ ياخذ اوراق عمل يسويها حق يومه. يعني انا اعطيك اوراق عمل ملزمه مثل لما يعطونا ملزمه نحلها بالبيت. اي يعطيني ملزمه طابع حق الصف الاول، انا اعطيك هذيلة واعطيك اساسيات يلا حق اسبوع كامل سلمني اياهم. بعدين احنا نعاني الحين شنو؟ ان التيم ما حد يعرف له من الى من معلمات لاصغر واحد موجود. يعني المفروض يعني وزاره الاعلام بدل لا تحط لنا مثلا اغاني وما ادري شنو، حطوا لنا يلا الحين من الثلاث للخمس في برنامج توعيه على تيم، نقعد كلنا مثل ما قاعد نشوف الحالات والاصابات وما ادري شنو، نقعد كلنا نجاب التلفزيون نعرف ترى اذا في برامج توعيه راح يعطينا مجال ان احنا نفتح ان تيم شلون. انا ما اعرف. وضحت ام فاطمه، وضحت. الاتصالات وايد ومشكوره على رايك وعلى يعني اقتراحك. فكره ان دوام يوم بالاسبوع مثل ما قالت ام فاطمه، تشوفها فكره مجديه؟ هو قلنا بالبدايه ان قلنا لك شنك سوري لا 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 سوري اقول اذا بتسفي لا 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 انا ما ادخل بين وزاره انا، هو اعطاني طاقه سلبيه. هو طاقته سلبيه انا ملاحظي. ما عليه بشار، لا تفضل اليوم بس سلبيه اليوم بس الى انا متوتر حق مباراه باكر وكذي، حتى انا متوتر. الفكره ان في تعليم مدمج، بدايه يداومون الطلبه يومين يوم ثلاثة ايام وبنسب الى ان خلاص نبدي نداوم بطاقه كامله. لكن الفكره ان الطلبه كلهم يقعدون بالبيوت وان في تعليم متزامن وغير متزامن، هذه فكره بعد. ان اللي قال انه والله الطلبه اللي في الحضانه بري كي جي وكي جي وحتى اول ابتدائي الى ثالث ابتدائي، من قال انهم ما يستوعبون؟ اعطي انا عيالي عندي واحد بالروضه وعندي واحد بالابتدائي يدرسون واجبات ويتفاعلون المعلمه، ما عندهم اي مشاكل. الدراسه اللي اعتمدت عليها الوزاره في 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 منع الطلبه هذيل من تعليم حقيقي مو فيديوهات وهالامور هذه، وينها؟ ليش معرضوها على الناس؟ وفعلا كلام الاستاذه فاطمه يعني حقيقي، ان الجهد اللي موجود على اولياء الامور في الاستمرار بالتدريس بهذه الكميه وهذه الطاقه الى خطه احنا ما ندري وين، هم متعب. بس خليني اقول لك انا من صوب ثاني داوموا على سبيل المثال، داوموا يوم بالاسبوع ولا كان بالتدريج مثل ما انت قلت، داوموا ومعلمه والله قاعده تكح ولا طالب قاعد ما ادري ايش فيه ولا، رد الفعل راح يكون جدا عالي من اولياء الامور. يعني اعتقد انه اذا حاشهم يعني فايروس او شيء، انه ماكو اجراءات، ماكو مو حريصين على صحه عيالنا وغيره. طيب اللي معترض ان ولده مثلا يروح المدرسه او انه خايف او يكون في قل يعني مثلا تسيب في الاجراءات، عياله ما قاعد يطلعون من البيت، عياله ما قاعد يروحون نوادي ومجمعات وزواره وكذا. ترى طيب خل انا فرضا ان انا قعدت كل الاطفال والطلبه اللي بالكويت ببيوتهم ما طلعتهم، انت قاعد تطلع كل موظفينك تخليهم يروحون الوظيفه ويروحون الشارع ويردون مره ثانيه يعادون عيالهم. هي انت يعني خل المشكله الوزاره ان هي مركزيه ما تعرف تسوي قرار، ما تعرف تفوض قراراتها للادارات لكي تاخذ القرار المناسب اللي يصب في مصلحتها. عندي ثانويه احمد الربعي في منطقه حولي، تخيل ثانويه احمد الربعي يوم قالوا ان في منصه سجلوا كل الطلبه، نسبه التسجيل 100%، قبل لا تقول الوزاره ورتبوا امورهم وحطوا وسووا يعني عبد الرحمن الجاسر ضبط كل شيء. هذا واحد من الناس يوم قالوا خلاص كنسل المنصه، شغله كله راح بحر، ما منه فايده. احنا قاعد نمشي بهالدرب ليش؟ لان اصلا الوزاره ما تعرف تفوض، ما تعرف تقول والله يا جماعه المدرسه هذه عندها هالقدرات وعندها هالمعايير استمري. المدرسه هذه ما تقدر؟ لا هني انا انت مع ان كل مدرسه تكون على حده تسوي شغلها على حده، ما تخاف من العشوائيه تصير بهالحاله؟ لا توظف ناس عشوائيه. اي لا بس انت بهالحاله مثلا قلت لي ثانويه احمد الربعي وثانويه صالح شهاب، ثانويه صالح شهاب ما سوت شغلها بشكل جيد، ثانويه احمد حاسبها زين، والطالب ايش ذنبه في هذه المرحله؟ عرفت يعني ايش كثر بيكون التسيب؟ احنا الدراسه اللي قلت لك عنها احنا قدمنا فكره
فصل الاختصاصات في الوزارة، أن الوزارة هذه تلغى ويصير بدالها هيئة، وفي هيئة تراقبها اسمها هيئة القياس والتقويم وضبط جودة التعليم. هذه الهيئة تباشر المدارس في تقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، المدرسة اللي فيها خلل تنذر، ثاني انذار على طول الإدارة هذه تقصى، ويتي إدارة من التعليم أفضل مدرسة خاصة بالكويت أتعاقد وياها، ويكون الأوفست مالها تدرب الإدارة هذه، انتهت دربتهم علمتهم صاروا أوادم، يلا ارجع وانت خلص عقدك وروح مدرستك، صاروا أكفأ. لكن هذه الخطة إن يعني لو أنا لو أقول حق الوزارة يطلعوني كني فضائي كني إيلين والله يعني ما بس شوف تصدق هذا اللي انت ما ودك يصير أبوك وانت طالب، ليش؟ عرفت؟ لأن أنت خلص مدرسة بعدين يك أبوك ها ويعطيك نحو إيه وأنت شيء ولين أنا هاي شو أنا قص عليه هذا. أنا عندي عمر ولدي أقول له كل ما تبي كل شيء تبيه لازم فيه مقابل، تحفظ قرآن أو شعر. فمرة قلت له احفظ قصيدة السارة وردي، كان يقول لي بابا هو السارة وردي هذا في تاء ولا ما في تاء؟ فيصل وياك. فيصل ألو مرحبا. يا هلا والله، العافيه. الله يعافيك. والله بصراحه خوش فقره هذه مال التعليم عن بعد، لان انا قاعد اعاني ويا الاهل، وانا بنفسي عانيت فيها يعني الفتره اللي فاتت كنت قاعد ادرس بالجامعه. عزيزي التعليم عن بعد موضوع تيمز اللي قاعد يستخدمونه برنامج جدا رائع، يعني ما تطلب فتره طويله من الطلبه ان يتعلمون عليه، خاصه ان في عندك فيديوهات باليوتيوب يعلمونك كل شيء موجود، يعني تدخل على اليوتيوب ما شاء الله أي شيء تبحث عنه تلاقي بالعربي بالإنجليزي، سهل طريقة الاستخدام. التعب اللي أنت تقول عنه وين كان؟ التعب اللي أنا قاعد أشوفه وقاعد أواجهه حاليا مع اليهال التركيز، خاصة لأعمارهم صغار. يعني عيالي بمدرسة خاصة قاعد يستخدمون تيمز، قضية التركيز مع الأطفال، يعني الطفل شوي حتى لما يكون بالصف تلاقيه يشرد مرات بفكرة، يشرد فما بالك الحين هو في البيت أو من المدرب. فما بالك الحين هو قاعد بالبيت وماسك الآيباد، يعني أي شيء يلفت انتباهه، لو القطوة مرت يمه التفت، وما يعني قضية التركيز، فلازم الأم تكون موجودة متواجدة أو الأب أو أحد كبير إنه بس يوجه إنه بس انتبه على الشاشة. تصدق يمكن لا يلفت انتباهه. يمكن عندنا السالفة هذه وخذنا اتصالات من قبل يقولون والله إذا الأم موظفة والأب مثلا موظف ويصير وقت الطالب إنه الحين لازم يدرس أو الحين الكلاس ماله، مو قادرين مثلا يضبطون السالفه هذه. والله شوف انا حليت القضيه بالنسبه لي، ان هيئت غرفه لليهال ما فيها اي شيء يلفت الانتباه او يشدهم غير انه يطالعون الايباد هذا، كانهم يعني اقول انت جراوندد الحين، قاعد بهالغرفه تخلص درسك وقاعد اراقبه، مو شرط اكون معه، من تليفوني، كاميرا في البيت، برامج ثانيه، في كاميرا، في برامج تقدر انت تنزلها على الشاشه وتشوف ولدك وهو قاعد يطالع الشاشه. تمام. ففي امكانيات لا متناهيه، يعني اقدر اسميك ذا ايجل اي. حاضر. يعني قصه ذا ايجل اي هو قصه ان الواحد يكون حريص. انا حبيب. بصراحه بالنسبه لي افضل ان العيال يدرسون عن بعد عن تواجدهم في الصف، لانه ما تدري وضحت كثافة الطلبة في غرفة وضحت. 20 طالب أو 30 طالب، هذه شوي تخوفك. قواك الله. شكرا فيصل. هنا شركات الاتصالات يقول لك في طريقة جديدة مسوينها حق يمكن عشان معاناة التعليم عن بعد وأولياء الأمور لازم يشرفون على عيالهم، أن شركات الاتصالات معتمدة سياسة ويا أولياء الأمور الموظفين. شنو السياسة؟ يقول لك يبقى يقعد بالبيت. حلو. اقعد بالبيت واشتغل من البيت عشان تراقب عيالك وفق اشتراطات معينه طبعا، وانك تراقب عيالك. هذا بالكويت. جزاهم الله خير. والله في توجه من قطاع الاتصالات. تصدق تذكر علي احنا مره طرحنا فكره، قلنا لو يصير مثلا دوام بالبيت لكن تنجز عندك نسبه لازم تنجزها يوميا. الحين انا ودي بعد الفتره هذه
خلي يطبقون الانجاز من خلال البيت من الموظفين اللي ما يحتاجون المعاملات الورقيه، وانا ما ادري اصلا متى بتضل معاملات، يعشقون الاي 4. يصير الموضوع كله اونلاين هذا، اي هذا يمكن موضوع الوظائف تكفى تكفى هذا اونلاين، بعدين راح تصير اشياء مو زينه بالكويت والله بس هنا عشان نقول حتى الاشتراطات اللي مفكرين فيها الشركات، ان وظيفه الموظف اللي هو ولي الامر او الموظفه تكون من الوظائف التي يمكن تاديتها عن بعد. حلو، يعني ان بالامكان ان يسوونها وما ياثر على جوده العمل، ان التراوح اعمار عيالهم بين 2 إلى 10 سنين. اوكي حلو، هذا العمر يمكن يحتاج اشراف اكبر بالاضافه الى موافقه المدير ورئيس القطاع واثبات ان الطالب عنده يعني قاعد يداوم او عنده فصل دراسي حاليا. يمكن هذه الخطوه من شركات الاتصالات اذا تم اعتمادها، التوجه الى اعتمادها، تكون جيده جدا ومبادره جيده من شركات الاتصالات ان قاعد يساعدون اولياء الامور في مساله التعليم. دلال وياك. دلال الو. الو، يا هلا. يا هلا فيش دلال، حياك الله. يا هلا حياك الله، وحي ضيفك استاذ استاذ محمد هو اللي قاعد يكلمك حاليا. يا هلا يا هلا حياك الله. دلال انت مش معلمه ولية امر؟ والله انا معلمه ولية امر. اي مرحله؟ ابتدائي. يلا زين تفضلي. طبعا هو بالنسبه يعني القرارات انتم عارفين الوزاره في مأزق، يعني احنا شيء حصل الكل يعني ما له ذنب فيه، وبنفس الوقت احنا نحاول انتفادة اللي قاعد يعني الامر اللي صاير، فيعني كل الاراء اللي قاعد تنعرض وكل الاشياء ادت لمرحلة ان المفروض احنا ناخذ مسألة التعليم عن بعد. هي طبعا الفكرة كتطبيق حلو ولها فايدة، لكن بنفس الوقت قاعد تمر بمشاكل. يعني احنا الحين بالنسبه لنا كمعلمين قاعد ناخذ دورات على اساس ان احنا نتاقلم مع هالبرنامج برنامج تيمز، لكن احنا بعد كاولياء امور يعني غيرنا مو معلمين ماخذين هالدورات، لا اولياء امور مو عارفين شلون يتعاملون مع البرنامج، فهذه بحد ذاتها مشكله لهم. طبعا الوزاره تحاول انها يعني كمرحلة انتقالية من مرحلة لمرحلة، والوقت والوباء مو محصور فترة معينة، احنا ما ندري الى سبحان الله الله مقدر هالشيء، ما ندري متى راح ينتهي. بس عفوا دلال انا اسف على المقاطعة، الفكرة ان هل انت يعني مع هذه الاجراءات اللي صارت في الفترة الاخيرة، يعني انت مع الوزارة ولا تعذرين الوزارة ولا ضد الوزارة؟ والله أخوي شوف، أنا بالنسبة لي يعني طبعا هو يعني قرار بالنسبة للتعليم عن بعد هو شيء لابد منه. صحيح. أولا وهو شيء صراحة بالنسبة لنا كمعلمين شيء إيجابي، إن إحنا الحين نتفرق حق تخصصنا موادنا. يعني إحنا قبل في الفترة السابقة كنا يعني نقوم في كل المهام، مهام الإدارة مهام يعني في وايد مسؤوليات ملقات علينا، لكن حاليا نحس ان احنا يعني كل معلم في تخصصه، كل معلم هذه المسؤوليه مسؤوليتك انت يعني محدده لك. فيعني بالنسبه للمعلم بالعكس انا اشوف انه شيء وايد زين، ويعني بالعكس نتمنى ان يعني الشغله هذه تستمر فيها الوزاره. لكن كوليه امر غيري طبعا انا يعني بالنسبه لي كمعلمه اخذت البرنامج وعرفت الدورات وكل شيء، بس كوليه امر بالنسبه لي كتقسيم الفترات الزمنيه بالنسبه حق عيالي اهم من ارتحت نفسيا، لانه راح يكون اللود شوي اخف، لان يعني انت مثلا تحاتي هالمرحله لما يكونون كلهم بوقت واحد صعب، لكن لما تتقسم كذي ممكن ان احنا يكون تركيزنا بالنسبه متوزع على عيالنا. يروح يومك استاذ دلال، يروح والله يوم. هو احنا من قبل رايح يومنا، يعني عيالنا لما يردوا بالمدارس هم نرد ندرس، فحياتنا ويومنا كمعلمين احنا تدريس في تدريس، لكن الله يعين باجي اولياء الامور في الوظائف الثانيه. قوات الله قوات الله مشكله، انا جاي على المعلمين شويه. أي. شويه أي. المعلمين يمكن أكثر من حلقة يسولفون بنفس السالفة، إن إحنا نجاب تدريسنا ولا نجاب الأمور الإدارية داخل المدرسة، وإنه والله تعال نظف، وإنه ما أدري شنو صار هني ناقص وإني نعم. زي هذا جزء من دوركم مفروض يعني؟ لا مو جزء من دورنا، دور منو؟ أنا عندي ماجستير آداب ولغة عربية وتشعيب نحو وصرف،
ما شنو علاقتي اني انا مثلا اراقب بالمخصف في جانب المخصف. اداري زي من بيسوي مو انا اي منو يعني انت الحين مثلا يصير اقول لك انت مذيع روح جيب لي قهوه لا بس انه مو القصد انا الحين مذيع انا ممكن يعني اذا كان عندي بعض الادوات انه ممكن اسوي شيء بالمونتاج ممكن اسوي شيء هذا تفضلا منك لا اذا طلبوا حتى المهم مالك شغل بعمل عمليا يعني. القصد ان المدرسه من بينظمها زين المدرسه أي. فيها شقين شق تعليمي أوكي. وشق اداري أوكي. يفترض انا كمعلم مفروض اني انا اعلم الطلبه اسوي لهم اختباراتهم اصحح هذه الاختبارات اتابع الاختبارات اذا في واحد عنده مشكله عنده تعثر ادش مع مدرس ثاني كتي اي تيشر اسيستنت بالصف لكن انا مو مهمتي اني انا ادخل الطلبه واطلع لا مو هذا في توصيفي الوظيفي مو موجود ما في ناس يوظفونهم للشغله هذه يكون شغله اداريه هيكل اداري مفروض حتى في مثلا في دول نفس تونس مثلا فيها شخص اسمه قيم القيم هذا نفس المشرف هو اللي يسجل غياب ويدق على اولياء الامور يقول لهم في مشاكل ولدك سوى كذا انا كمعلم ليش اوكي في بالمدارس شؤون طلبه وفي اخصائي زين هذا لا ما يسوون شيء شنو ما يقدر يتعامل الناظر يقول له او المدير يقول له لا تتعامل مع الطلبه لان انت مو تربوي طيب حتى انا مو تربوي انا محمد السداني انا مخرج تربيه انا كليه اداب وماجستير بعد كليه اداب ما لي علاقه زين الدبره شنو التربيه الدبره ان الوزاره تضع هيكل اداري اي وراح يجي المدير يقول لهم انتم مو تربويين لا الحين انت الحين مفروض يعلمون المدراء ويحطون مدراء اصلا مترقين بناء على الخبره او المعرفه مو بناء على سنوات التواجد في الوزاره انا ما يصير يعني انا الحين انا عمري 33 سنه اي يقول انا بصير مدير يقول لا والله انت توك ياهل عمر صار لك 13 سنه بالوزاره شلون 13 انا افهم اكثر من الشخص هذا ب 40 سنه يقول لي لا ما تقدر نظام الترقي نظام متخلف الوزارة إن أنت لازم تقعد هالسنوات وبعدين تقعد هالسنوات وبعدين تقعد هالسنوات كتدرج وظيفي لين ما أصير مدير جود أنا خلاص يعني انتهيت والتربية هذه طالعة من كبدي فالإشكالية المعلمين فعلا هم يتحلطمون وانت تسمعهم دائما يتحلطمون وإحنا يخلونا وبالذات المدرسات يعني الله لا يسلط عليك مديرة يعني راح تشوف جهنم تمشي على الأرض لان والله العظيم لان يعاملونهم كانهم يعني عمال كانهم عمال توقف تستأذن من الحارس عشان تطلع يعني في مشهد ما تتخيله ممكن تسوي مسرحيه رعب بين المديره بين المعلمات والله فانت كنت كوزاره حط لي توصيف مهني اني والله انا كمعلم وظيفتي اني ادرس واتابع الطلبه والمتعثرين منهم وبس ما تبي مني شيء انا ماني فاهم اذا اضافوا للتوصيف اسف شنو اذا اضافوا للتوصيف انه يكون لكم مهام اداريه بس خلاص ما هي تحلطم بس هو الحين يعني اذا اضافوا هذا الى التوصيف انت ليش عكست الايه انا ما عكست قول لهم خلي يشيلونه انا عندي هاجس ان الحين المدرسه ان ماكو جانب اداري اللي انت تبيه اللي هو الوضع المثالي مو موجود زي مو موجود يبقى الوضع كما هو عليه لا احنا قاعد نشتغل يعني أوكي. احنا مو يعني احنا ما قاعد نتحلطم وما قاعد نشتغل لا فعلا قاعد نشتغل لكن انا قاعد اقول لك مو دور المعلم الحين مثلا الهيئات التعليميه كلها سواء في التطبيقي في التجاري في المعاهد الدكتور او الاستاذ اللي يدرس في التطبيقي هل هو بعد مسؤول عن الطلبه وعن مشاكلهم في انشطه طلابيه يفترض يكون في مدير انشطه في مدير بس هو احد طاقم هيئه التدريس يعني. لا هذا شغل اضافي واخذ عليه فلوس انزين ولا وغيره في مدير انشطه في موظف نروح له العتيبي يذكره بخير بالاداب السلام عليكم نبي تسوي لنا كذا وموظف مرؤوسه اللي هو عميد الانشطه الطلابيه هذا منصب هي وياخذ عليه فلوس وياخذ كل اربع سنوات وما يدرس حلك انه يكون في موظفين اداريين بالمدارس اي حل انه يكون الناس مثلا انا مره اقترحت كتبت اقتراح لي ان اللي في تسرب من عندنا في جامعه الكويت بنسبه مخيفه يعني في بعض الكليات اللي تسربوا وما كملوا دراستهم او قضوا سنتين وما هذا يبه وعطى دوره تاهيليه وخلي ياخذ دبلوم ويبقى عندك الوزارة هو إنسان عاش بالجامعة وعنده قدر من العلوم يقدر يفيدك يصير مشرف يصير متابع للغياب يصير مرشد أنت لحقت على مرشدين أيام هذا المقررات أنا آخر مرشد كان بالمقررات والله أذكره بالخير ما أدري إذا هو عايش ولا لا واستخف مني آخر فترة
استخف استخف، وهو كان بس كان يقول لي كلمة واحدة، يقول لي أنا قمت أحلم إن أنت تاخذ شهادة وتطلع. ولا ما أدري شنو قصده. الحب الحب ما أدري ما أدري. شوف شو مسوي أنت؟ أنا بالمحاسبة سقطت مرتين. لا لا تقول، لا تقول هالتاريخ العظيم. لا 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 أنا أكون معاك، أنا بالرياضيات أعطيك أشياء تعطيني رقمين تزيد عنهم ثلاث. تجاري أنت؟ إذني يطلع منها دم، ما أقدر أنا بالأرقام. أنا ما أدري إيش أصلاً خليت أرقام. تأخذ شؤون إدارية بمدارس؟ لا ما أحب البيبر وورك. إدارة إدارة ما أحب البيبر وورك وريحة القهوة والصبح مع البخور. تمسك المقصف؟ إي خلاص. إيه المقصف إيه ترى مو ناسه مقصف. لا بالعكس أنا مرة صرت مقصف، اشتغلت بمقصف صرت مقصف. لا ما أقول سالفتي. كنت روبن هود. ما أقدر. يلا نسمع ماش دروم نرجع. الديوانية مع علي خاجة وبشار الجزاف. وش بوش هلا عمي. متى آخر مرة رحت إيكيا؟ الأسبوع اللي طاف. ليش؟ بشتري كبد. ها اي والله بس ما قدرت ادش. شفت الكيو ضاق خلقي كان اطق فوق تحت. اي الاقبال عالي عليهم، لانه طبعا السبب هو موضوع البضاعه الجديده او السلع الجديده اللي منزلينها من الاسعار. الاسعار عالي الاسعار تزامنا ويا الكتالوج الجديد. الاسعار صارت تمام ممتازه. هم وايد مغيرين شغلات وايد الشغلات. اول شيء طبعا الكتالوج تقدرون تحصلونه بالافنيوز او 360 وحتى اونلاين. بس طبعا طلبت الكبت اونلاين. طلبت اونلاين. طلبت اونلاين لانه اونلاين شو اللي مسوينه حتى بالكتالوج تقدر انت تختار السلع من خلال الصوره يعني الموجوده قدامك. الصوره إيه؟ بس انه تضغط على المكان اللي فيه زائد وتحصل السلعه وسعرها وتفاصيلها. هم مركزين هالسنه على الاشياء اللي بالبيت لان يعني تجاوبوا ويا الموضوع وازمه كورونا وان الناس قعدت بالبيت وايد فركزوا على هذا الجانب. اللي بغير اثاثه اللي بغير هذا يعني قدموا حلول اكثر حق البيت تحديدا حق البيت. الاسعار اللي انت قاعد تقول عنها الاسعار هالسنه ايضا راعوا الجانب. لا غير علي غير مقارنه مع مثلا قبل كورونا. ايه؟ لا فرقت الاسعار. هم يعني بشكل عام اسعارهم بالعاده تكون مناسبه، هالمره قللوا الاسعار اكثر. بس شوف امانه علي ايه؟ الاسعار صارت قبل كانت على قولتهم في متناول الجميع. أيه. الحين لا الحين بدال مثلا ما تاخذ شغله شغلتين حق ثلاث اربع خمس بالضبط. عادي بالضبط. وهذا اللي هم كانوا حريصين عليه وهذا من استراتيجيتهم ان تكون الاسعار مناسبه حق الظروف اللي مر فيها بالضبط. العالم بشكل عام. اللي يبي يشوف كتالوج ايكيا يقدر مثل ما قلنا بالافنيوز او 360 بمعارضهم او اونلاين تقدر انت تشوف الكتالوج وتختار اللي تبيه وتطلبه اونلاين ويوصلك لعندك بناء على يعني اجراءاتهم واشتراطاتهم. او تحط بس والله ما حددوا لك المده، مجرد انك تدفع يحددوا لك المده الوقت اللي تبي يوصل لك ويوصل لك. واضح انك طالب اونلاين. انا قاعد اقول لك يا طالب كبت. انا اشهد انك فذ. ها فذ. انا عجبني اليوم الموضوع تعليمي وكذي وهذا فانا عاجبني الفذ بصراحه. تابعنا على شاشه تلفزيونك على مارينا تي في وهم على قناه اي تي في. الدوانية من الأحد للخميس من الوحدة للثلاث على مارينا أف أم 90.4. هلا يا مرحبا بيش وبهلش وبالكامل ولا شرطة. فأتمنى أن كل واحد دير باله على نفسه. مفهوم؟ بلوت دير بالك على نفسك ولا بعلم على دمه. الدوانية مع علي خاجة وبشار الجزاف.
خلصنا الاونلاين خلصنا الاونلاين كان يقول لنا زين انتوا الحين تبوني انا اوقع على ورقه مال اختبار واجيبها لكم ليش ما اطرش لكم ايميل كان يقول لا لازم لازم طيب يعني تطرشها لنا ايميل وتجيبها لنا نوقع ان استلمناها منك قلت له زين هي راح تنزل عندكم ايميل كان يقول لا هذا النظام هذا النظام انت تتبع النظام النظم والقواعد والاساليب لازم تتبعها انا تصدق لا 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 لما اسمع السداني يتكلم اذكر لما كان المدرس يقول لي قوم اوقف على السبوره ايام الطبشيه اوقف على السبوره اوقف على السبوره على طرف السبوره زين الى دائما كان يقول لي العاده يقول لي ارفع ايدك على السبوره هالمره لا روحها فتذكرون لما كنا نكتب مثلا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم بعدين اسم الماده تاريخ التاريخ الدرس بعدين الغياب شفت البارت هذا كله على اللوحه كله على اللوحه شفت البارت هذا انا كنت مكروه بالبارت الاخير لان كانوا يقولون اللي يتكلم بالصف يمكن يسمع اللوحه يتعاقب من الاستاذ كنت اكتب اسمي مرات ابي اطلع والله وناسه احنا اليوم موضوعنا عن التعليم عن بعد ويانا الاستاذ محمد السداني هم بنسولف عن هذا الموضوع انت توك استاذ محمد تقول عن المعلمين قاعد اشوف اخبار ان وزاره التربيه تعد مقترحا لعودة المعلمين العالقين قبل انطلاق العام الدراسي في معلمين عالقين إيه 3500 معلم مو بالكويت الحين إيه 3500 طبعا منهم 500 شخص على ما قريت من المملكة العربية السعودية أو 429 معلم سعودي في دولة الكويت بالإضافة إلى المعلمين زي هذا مو مفروض يكون قبل يعني اليوم 20 يعني 10 دوام أهم الإشكالية قلت لك إنه ان كل شيء قاعد يصير بسرعه وغير كذي ان وزاره الداخليه مع وزاره الصحه مع وزاره الخارجيه ولازم يجتمع مجلس الوزراء عشان يقررون هذا الشيء انه يسمحون انه بعوده المعلمين وبعدين كم يوم بينحجرون وين بيحجرون يعني الحين انا عندي كم معلم مسافر اوكي بيرد مثلا ما يقدر يرد من مصر فشي يسوي يروح البحرين أي. يقعد 15 14 يوم بعدين يرد الكويت يدش من البحرين وينحجر بعد 14 يوم مع انه سليم عنده بي سي ار هني بي سي ار هني بس انه شهر كذي شهر كذي محجور اذا شهر والدراسه شهر 10 14 قالوا اعتقد 14 14 اذا هل يمدي انه يرجع المدرسه مره ثانيه اذا 14 هالشهر طار ما قلت لك انا يعني هو قرار يعني قرار بسيط نفس هذا لازم يتخذونه مجلس الوزراء أساس إنه يسمحون ثلاثة وأربع جهات ثلاثة أربع جهات عشان يسمحون يوافقون وبعدين إذا سمحوا كل الجهات يقولون ليش المعلمين إحنا عندنا بعد زي هذا النكس 3500 معلم هذا النكس ما راح يأثر طبعا يأثر زين طبعا يأثر شلون بنبلش يعني أنت الحين مثلا أنا عندي يصير شعب إضافية للمعلمين إنه بدال لا يأخذ شعبتين يأخذ ثلاث أو أربع فهو يدرس مثلا يدرس باليوم يدرس مثلا ثلاث ساعات ويدرس بالاسبوع 18 ساعه في هالحاله المدرس راح يقول لك انا ابي بدل لا ما في بدل ما في الوحدات الاضافيه ما تاخذ عليها ولا شيء اذا قال لك ما ابي ينفذ يا ينفذ يا الدفع يا الحبس لا صدق أيوة انا الحين معلم وقلت لك ما ابي لا انا مطلوب مني هذا انت الحد يعني الحد الاعلى للنصاب هو 18 حصه اوكي فانت تقدر تطلب لا 18 اقدر 18 بالعاده كم حصه قاعد 12 او 6 فهذا بس في نقطه بعد الموضوع الاوقات يعني انا تو يعني تكلمت عن الموضوع ان ترتيب الاوقات هذا ما بين الابتدائي والمتوسط والثانوي هو لتخفيف الحمل على شبكه الانترنت لان نسبه الاشغال مالت الشبكه في 14 حوالي 70% فبالتالي اذا حطوهم كلهم يا بعض راح يصير في على طاري الانترنت راح يصير في داون الانترنت بالكويت اي بالكويت لان انت عندك 600 الف طالب ايه بالكويت كلهم بيدشون اونلاين اذا نفس الوقت راح تصير مشكله وعشان نهم معلومه المعلمين العالقين ان السعوديين تم التنسيق مع وزاره الخارجيه بالسماح لهم بالعوده وبالنسبه لبقيه الجنسيات تم التنسيق مع وزاره الداخليه بهذا الشان من الوزاره يعني في تنسيق من الوزاره اي زين مو في كنا بعض الدول اللي هم فيها مدرسين هناك ممنوعه من دخول الكويت مو هذا هو هذا هو يعني مصر سوريا الاردن زين الحين احنا يونا كذا او يانا كذا اتصال يعني قبل انه يقولون المدارس ما فيها انترنت
ما فيها راوترات، ما فيها مثلا كابلات ارضيه حق فيها ارضي. يعني انت الحين المختبر الحاسوب كبر الاستديو في 20 كمبيوتر، بس اذا علي وبشار وشعله وانا قاعد ندرس ما نقدر ندرس بنفس الوقت بنفس المكان، اصوات تتداخل وكذي. ففي كيبل ارضي، الكيبل ال ان هذا اللي في يعني كل لابتوباتنا الحين ما يركب عليها هذا، وما في شو اسمه وايرلس. فبالتالي احنا كل معلم يجي معاه الراوتر ماله واللابتوب يعني ماله. هني هذه مسؤوليه المدرسه يا جماعه، وفروا لنا انترنت. من وين توفر؟ وين ميزانيه؟ يعني مدراء والله اللي فيه المدراء من حسابهم يدفعون، يعني للامانه يدفع من حسابه. كم ميزانيه المدرسه بالسنه؟ ما ادري والله، ما ادري. اللي عرفته 3000 4000 يعني 3000. انت ايش تحسب ادوات تنظيف وصيانه ومدري شنو؟ يعني مو انا قاعد اقول ان المبلغ وايد محدود يعني حق مدرسه. انت انا هذا يحيلك على شيء ثاني، انه لمتى احنا نستمر بهذه الطريقه في اداره المؤسسات ماليا؟ يعني مفروض ان احنا كل منطقه فيها مثلا 10 مدارس، يفترض ان جزء من يعني دخل الجمعيات يعني يحول حق المدارس لتحسين بيئه المدرسه، بدل لا اوزع انا كوبونات. احنا خلينا نقول مثلا كان عذر المدارس قبل ناخذ اتصال اي على 22 20 90 4. موضوعنا التعليم عن بعد. ابو عبد الهادي وياك. ابو عبد الهادي يعطيكم العافيه. اليوم يبوني ابو عبد الهادي، اليوم يبوني جملي نص وطيح، لكن والله اكتبها كلها على ايدي وباكر براجعها قدام بالبريك يسولف وما يخلص سالفته. نقول له اتصال يسولف ما يصير. يا ابو عبد الهادي اسلم. الله يسلمك. اول شيء حاب اشكركم انا على الموضوع هذا. حياك. بالنسبه لي انا راح اتكلم كوني ولي امر. اول شيء التعليم عندنا هنا بالكويت يعني ما في كواليتي، هذا من زمان، هذا قبل لا يصير اونلاين بعد. اوكي. الحين صار اونلاين، زادوا الطين بله. انا عيالي في مدرسه خاصه. بسبب الكواليتي اوف ليرنينج، يعني انا وديتهم انا مدرسه خاصه. اوكي. الحين المدرسه هذه امريكيه وتعتمد على النظام الامريكي، النظام الامريكي يعتمد على شيء اساسي اللي هو سوشيال سكيلز. الحين انتم هدمتوا السوشيال سكيل هذا بهالنظام هذا، وين هو؟ ما في انتراكشن مع الطلبة الثانيين، ما في انتراكشن مع المدرس. يعني أنا ماني فاهم. أنا وزارة التربية، أنا اللي فاهمه أبو عبد الهادي إن بعض المدارس الخاصة ما عندهم مشكلة في إن يكون الدوام بالحضور، لكن وزارة التربية رافضة. صحيح، هذا فعلا هذا اللي وصلنا إيميل المدرسة، إن كانوا يفكرون بالهايبريد موديل اللي هو نظام الهجين، يكون جزء منه في الدوام فعلي وجزء منه أونلاين، وهذا الصحيح. بس أنت هدمت كله في وزارة التربية في قرارات مو مدروسة، ويعني أنا ما يعني حرام علينا اللي قاعد نسويه في عيالنا. شفت الفرق بين التحصيل العلمي اللي كانوا يأخذونه قبل الكورونا وبعد الكورونا؟ طبعا فرق كبير. قاعد أقولك أنا، هم يعتمدون في النظام الأمريكي يعتمدون على السوشيال سكيل، لأنه يخلي الطالب لما يتخرج من الثانوية ويروح حق الجامعة يتكلم قدام الطلبة، يتكلم قدام، ما في الخوف النفسي هذا، عرفت؟ صحيح. اللي احنا نخرجه في مدارسنا القيادية او العادية او الحكومية، لما يطلع يتكلم قدام الناس تلاقيه يتأتئ ولا يخاف ولا شيء ولا يرجف. هني هم يعتمدون على السوشيال سكيل، شلون يكلم الناس، شلون يتعامل. هني صح. انت هدمته مرة واحدة. صح. انا ايش حق رايح هاي المدرسة الخاصة؟ والمدرسة الخاصة ما عندها اي مشكلة انها تدرس ترى فعلي، بس القرار وزارة التربية. عند وزارة التربية. وضحت. قواك الله يا ابو عبد الهادي، يعطيكم العافيه. يمكن هذه هم مشكله يعني مركزيه، قلت لك انا مركزيه القرارات قاعد تمس يعني حتى المدارس الخاصه. زين المدرسه الخاصه بما ان انا ملتزمه بمنهج معين، ملتزمه باجراءات معينه، اطلب مني اجراءات. انا اشوف ان الحضور، يمكن النظام الامريكي مثل ما قاعد يقول ابو عبد الهادي، يعتمد اساسا على التواجد داخل المدرسه. يعني كل المدارس الخاصه بالكويت، المدارس اقصد المحترمه، هذه مدارس قادره على اداره المشهد بكامل الكفاءه وبكامل القدره. لكن الاشكاليه قلت لك ان احنا القرار لازم ياتي من وزير الصحه، وزير الصحه يبلغ وزير التربيه، وزير التربيه ينظر يعني هل المسؤوليه السياسيه يتحملها او لا اذا صار شيء بالاولاد او يعني نرد مره ثانيه عند نقطه المركزيه فلو الارتباط وكل يشوف. زين الحين انا بفهم حق ليان بنتي، ليان بثالثه ابتدائي، اي احتاج اسوي شيء قبل 14؟ احتاج اروح المدرسه بس اسوي شيء؟ لا اذا عندها هذا الحساب مال تيمز. وين احصل الحساب؟
عندهم عندهم البرنامج لازم تيمز. اروح المدرسه يعني إيه. انت تحط اس رقمها المدني اوكي @moe.edu.kw وبعدين رقمها المسلسل يقول لك حط باسورد تحط الباسورد مره ومره ثانيه اي لا بس قصدي هذا الرقم المسلسل شيء لازم اروح اخذه من المدرسه لا 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 رقم مسلسل مال البطاقه المدنيه اللي ورا اوكي إيه. إيه. فمثلا الحين اي طالب بالكويت أوكي. عشان يفعل حسابه شي يسوي انت طالب تحط اس ستودنت اوكي رقمك المدني @moe.edu.kw بعدين على موقع الوزاره نفسها اوكي تيمز راح يقول لك حط رقم المسلسل مال البطاقه المدنيه تحطه بعدين تحط الباسورد الاول باسورد ثاني طق سبمت بس خلاص بس يتفعل تروح تيمز تحط الباسورد والايميل مالك اول شيء ادش موقع وزاره التربيه نعم ادخل البيانات لاي طالب قبل حرف الاس اس رقم المدني @moe.edu.kw حلو وبعدين تحط الرقم المسلسل مال البطاقة المدنية وبعدين تحط الباسورد باسوردين يعني متطابقين وبعدين طق اوكي وخلاص هذا يصير حسابك حسابي هذا وبعدها بموقع تيمز شنو اسوي تدش على تيمز يقول لك حط الايميل والباسورد تيمز هو عبارة عن شنو ابلكيشن لا لا هو يعني من ضمن الباكج ال 365 الاوفيس اوكي طبعا كل طالب بالكويت اوكي عنده اكسس على الاوفيس 365 مع خمس يوزرات اوكي على انت يوزر على خمس اجهزه اسف فتقدر تنزل على تليفونك وعلى لابتوبك وعلى الايباد وعلى كل شيء تنزل هالباكج هذا اللي هو اوفيس واكسل وباوربوينت وتيمز وكل هالامور هذه تدخل وتحط الايميل مالك والباسورد فور فري تنزل ببلاش وتقدر تستخدم وتستخدم وايد امور فيه غير كذي ان الايميل هذا هذا الايميل اللي يفترض ان توصلك عليه كل النشرات وكل الارشادات اللي تدزها الوزاره فانت تقدر تدش من البوابه التعليميه تشوف ايميلك حصصك او الطالب يشوف الحصص مالته اسماء المدرسين درجاته كل شيء البوابه التعليميه هذه يعني وايد موقع ممتاز وانا ليش ما ادري الا من خلالك يعني ليش ما قالوا ما ادري والله بس انا يعني الحمد انا الحمد لله احنا تخرجنا وخلصنا الحمد لله شوف انت عشان انت مو بس يمكن انت لانك ابو يعني الامهات إيه بس ليش اوكي حتى لو يكون بجروب الواتساب جروب امهات اقوى من جروب ابهات في هذه المعلومه نعم هذه توعيه مفروض تكون موجوده يعني احنا هذا انت دوركم الحين قاعد توعون الناس زين إيه الحين اوكي لو مو سالك انا لا لا بقول انا الحمد لله تخرجنا وخلصنا ثانويه وجامعه ترى احنا متخرجين يعني ترى احنا متخرجين بعد انت انت وعندكم ناس تدرس انا شكور للحين شكور للحين بالبيت كم عمره لا للحين سنه بسم الله عليه زين فللحين ان شاء الله لذاك الوقت يكونوا لاغين هالامور هذه واروح انا بذل احب وراي بس ترى يعني مو يعني التعليم عن بعد الحين عشان ناكد ترى مو بديل ولا يمكن ان يستمر الوضع كذي التعليم هذا التعليم عن بعد فترة قصيرة راح نستمر فيها إلى أن ترد الأمور إلى طبيعتها لكن يعني نتمنى أن الدولة مثل ما آمنت بالتعليم عن بعد في الثانوية أن الناس اللي يبون يدرسون بشهادات عليا وجامعات أن يعترفون بهالشيء لأن جامعات نفس هارفارد أو جامعات من أقوى جامعات العالم توفر برامج نفس البرامج لكن التعليم العالي يرفضها بدون أسباب ما ندري ليش نورة هلا والله اهلا وسهلا انا حاببت رايي بالموضوع انا طبعا لا طالبه ولا وليت امر بس عندي اخوان طلبه مع فكره التعليم عن بعد وهي فكره وايد زينه وكانت من زمان المفروض تصير بس في عيوب وايد اللي هي مو الكل راح يكون عنده مثلا اجهزه في ناس ما عندها امكانيه والحين صار اضطرار ان كل يعني اذا البيت فيه 7 اشخاص شلون يقدرون يشترون هالاجهزه هو شيء ثاني غير المعدة عفوا نوره تقصدين بالاجهزه لابتوب يعني ايوه لابتوب ايباد اي شيء من هالاجهزه اللي يقدرون يشوفون فيها التيم اوكي عفوا بس شنو الاجهزه محمد كل شيء كل شيء حتى جهاز التابلت اللي ب 20 دينار يقدر يدخلون من البلاي ستيشن يقدرون يدخلون منها على تيمز كل شيء حتى السمارت تي في اي شيء اي تليفون اي سمارت فون اوكي يقدرون يدخلون من خلاله على برنامج تيمز لان الوزاره وفرت طريقتين اما انك انت تدش من خلال البرنامج او تدش في رابط الرابط هذا من الموقع يدخلك الكلاس روم فعندك اكثر من اسلوب تفضلي نوره ايه بالضبط الشيء الثاني انه
شو اللي يمنع أن يداومون بس ينظمون طريقة الدوام؟ يعني في دول برا، أنا الحين أتابع يوتيوبر يدرسون برا قاعد يداومون نفس ما قالت أو نفس ما تفضل الأستاذ، إنه يوم بالأسبوع يدرسون مادة لمدة شهر، والأسبوع الباقي اللي هم ما قاعد يداومون فيه حدوا فيه الهوم وورك أوراق عمل، ولما يخلصون الكورس بس أما إن يقعدونهم عن بعد وما يدرون شنو قاعد يصير والطالب يتشتت، أحس ما أدري يعني هذا قرار مو سليم 100%. وشكرا قواك الله. تصدق أنا أعتقد إحنا نحب اللي قبلنا يجرب، شلون يعني اليوم لو في مدرسة تقرر إن إيه الطلبة يجون وأولياء الأمور يطمنون باقي المدارس راح يتابعون، لكن إحنا ما عندنا هذه الخطوة، احنا دائما عندنا ها لا نودي عيالنا لا ما نودي عيالنا، والكلام اللي يصير احنا دائما احنا مجتمع كلام، احنا مجتمع نسمع لدار مدارنا شنو قاعد يصير واحنا نقيس على هذا. لكن لو في خطوه جريئه تاخذها مدرسه وياخذونها اولياء امور يودون عيالهم الصبح يقول له انا هذا ما ابي عن بعد، ابي هذا يقعد دام المدرس موجود، حط الطالب حول النيابه هذا على طول. ها منو هذا؟ منو يقدر يسوي كذي؟ اي ولا سوبرمان ولا احد يقدر يتجرأ اصلا يفرض ان تودي تيشيرت الطالب المدرسه، ما تقدر، حولونك نيابه ما يصير يعني ما تقدر. في اكاديميات موهبه اللي هي كانت تاخذ بعض الطلبه اللي هني بالديره بشيء ما تداومهم هذه بعد هم ما يداومون، ما في اي مؤسسه تعليميه ممنوع حضور الطلبه فيها لتلقي التعليم. بس اعرج على نقطه نوره ان قالت يعني شلون اذا الاجهزه وما يقدرون، يا جماعه في يعني اذا بنحط اعذار ترى وايد ناس مثلا ما عندهم سيارات يوصلون عيالهم، وناس وايد ما عندهم مثلا فلوس يشترون هدوم حق عيالهم او اجهزه، هل نوقف التعليم؟ يعني اللي ما عنده أو اللي ظروفه ما تسمح له هناك طريق آخر نقدر نوفر له هذا الشيء، لكن أني أنا ما يصير أنتقد التجربة وأقول والله فعلا أن هذا الشيء لا ومستحيل ويكوست على العوائل، لا لا هذا الشيء هو اللي مفروض يصير إلى أن نعود إلى المدرسة، أما باقي الأعذار لها حل ثاني ما يناقش حلول ناقش مكان ثاني. يمكن حتى توزيع الأوقات ممكن حتى إذا كانت الأجهزة هذا ترى نفس الشيء بطل. يعني أنت إذا عندك انت مو معقول عندك الاربع شباب او الاربع بنات في حالات نادره يعني في مرحله واحده، الابتدائي اللي بيداوم بالليل لابتوب راح يستخدمه اخوه يقدر يستخدمه بالضبط او جهاز تليفونه او البلاي ستيشن ما في ياهل ما عنده الحين تليفون بالضبط. بس انا عندي السؤال المهم بالنسبه لي والاهم بالنسبه لي الحين، احنا العام الدراسي اللي فات تم يعني نقل الطلبة إلى العام اللي عقبه اللي كان بالثاني ابتدائي راح إلى ثالث ابتدائي بدون لا يأخذ الفصل الدراسي الثاني كله تقريبا عدل. الحين بالصف الثالث هل راح يتم مراعاة المنهج اللي كان بنص السنة؟ طبعا. هل طبعاً. صار هالشيء ولا ما صار؟ التواجيه قاعد داوم من بداية الأزمة عشان تحاول توائم وتوافق ما بين المحتوى اللي تم ترحيله من هالفترة إلى الفترة القادمة، وخصوصا في الصفوف اللي فيها التأسيسية واللي تحتاج إلى معلومات تراكمية عشان تبني معارف أخرى، فبالتالي راح يتم مراعاة هذا الشيء، ولا مستحيل أنه يعني يطوفون هذه المهارة ويطوفون هذه المعلومة إلى معلومة أخرى دون المرور عليها، فهذا بعين الاعتبار مستحيل أصلا. حتى احنا بالثانوية عندنا معلومات وايد في موضوع العاشر والحادي عشر مستحيل نرحلها. اي يعني نص سنة، هي نص سنة فعليا، نص سنة فعليا بس راح يصير تقليص للمحتوى الآخر اللي هو في الثاني عشر. اها اوكي. فبهالشكل راح تتم معالجة الموضوع. يعني احنا عندنا إشكالية كمعلمين، احنا ما عندنا إجازة ترى. زين عيل اوف 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 اي اي لا موضوع كبير موضوع، لان نوال دقت كان تقول لي بشار ممنوع، اقول له شو؟ اقول له بغني. اوكي إيه نوال لا نوال ما نقدر شيء، ما نقدر نوال شيء لا. فنوال الحين تبي تقول ممنوع حق التعليم ونرجع بعد يلا. الديوانيه مع علي خاجة وبشار الجزاف، ورجعنا معاكم مع النائب علي خاجة. انا صدق اشوف علي نائب، يا نائب يا حقيبه وزاريه يستاهل. يوزو انتوا الاثنين يستاهل. انا احس انا احس اذا بيمسك وزاره التربيه
واذا مسك التربيه يمكن ثلاث. عطني انا تربيه او شيء. التربيه ثلاث يمكن ينجحون اذا مسكها ثلاثه. وكيل مساعد يلا مساعد مو وكيل. مو وكيل بعد وكيل مساعد. مساعد وكيل عرفت. وللشؤون الاداريه عرفت اللي هذا عقاب. هذا عقاب. سلمان وياك. سلمان يا سلمان. يا هلا الله يعطيكم العافيه. يا هلا ومرحبا يا سلمان. سلمان على السريع اللي عندك لانه ما شاء الله اتصالات وايد. اخوي بشار الجزاف عمي والاستاذ علي خاجة والاستاذ محمد السداني يعطيكم العافيه على هذا البرنامج الجميل صراحه الموضوع الجميل الشيق. انا عشان كذي احب اكون مرتب يعني حطيتها نقاط يعني النقطه الاولى عن المدارس الخاصه. النقطه الثانيه عن المدارس الحكوميه وقضيه التعليم. اسهب اسهب في الكلام اسهب. زين المدارس الخاصه للعلم يعني الثانويه ترى مو الثاني عشر ست ساعات ونص اونلاين على فكره التعليم عن بعد وهذا يعني جهد كبير علي انا كولي امر. اوكي. يعني وحتى على الولد يعني. الابتدائي تصور عندي ولد باولى ابتدائي الان من 4 العصر الى 8 بالليل، متصورين انتم شلون؟ ابتدائي اولى ابتدائي. والروضه 3 ساعات. روضه طبعا ما ادري عن يعني ما ادري عندك اصلا، فشلون تحطها 3 ساعات؟ اي والله جد يعني هذا هذا واقع قدامي قاعد اشوف. لا لا يا دوب يعني يعني انا ليش المقارنه اقارن المدارس الخاصه لان هي مشكله المشاكل فعلا وكانها وزاره في بطن وزاره هي انت قاعد تتكلم عن المدارس الخاصه انها هي وزاره داخل وزاره اي الحقيقه ترى لان احنا في يعني مثل الامور هذه وين وزاره التربيه اصلا كونها في اداره المدارس الخاصه او التعليم الخاص شلون انتوا تخلون المدارس هذه يعني تخلي طلبتها 6 ساعات ونص و7 ساعات ووضحت والروضة 3 ساعات. النقطة اللي بعدها سليمان لأنه ما شاء الله اتصالات. زين النقطة الثانية أنا أتصور وجهة نظري على مستوى البلد سواء الجانب التعليمي أو التجاري أو حتى الصحي أنا أشوف أن إحنا غير مؤهلين أو غير خلينا نقول جاهزين للطوارئ الإمرجنسي. لذلك شفنا احنا المشاكل هذه كلها يعني صدق انه هو شيء يعني خارج عن عن المألوف عن طاقتنا يعني بالضبط لكن لابد ان كل الحكومات كل المؤسسات كل هذا لازم تكون جاهزه للطوارئ لذلك يا جماعه احنا كل شيء قاعد نشوفه الان اولياء الامور الوزارات كل من قايم بواجبه لكن اقصد هذه أرصت ودان مثل ما يقولون أن الواحد يكون عنده خطة طوارئ أتصور هذا عالميا موجود خطة طوارئ تعليمية تجارية صحية. النقطة الثالثة النقطة الأخيرة جماعة وأعتقد أستاذ محمد يوافقني إن شاء الله أن التعليم عن بعد هو نظام ترى عالمي يعني حتى على مستوى التعليم العالي لا رحت الحين الوزارة التعليم العالي راح تشوف ان كبريات الجامعات العالمية عندها التعليم عن بعد وتاخذ شهادة فيها ممكن ماجستير او دكتوراه بسكيورتي عالي طبعا وبتخطيط خاص ويقول لك انه مو معترف فيها بالكويت لكن هيك هني يقول لك مع ان انت ممكن ماخذها من هارفارد ماخذها من اكسفورد حقيقة ترى هذا مو كلام يعني هذا صحيح. ممكن تأكدون المعلومة لذلك انا اشوف ان احنا عندنا البارادايم على قولتهم عندنا التفكير اللي اولادي او خلينا نقول والجيران درس حقوق مثلا لازم انا اولادي يدرس حقوق يعني شايف طريقه التفكير لذلك انا هذه النقاط الاربعه وشاكر لكم صراحه سعه صدوركم وموضوعكم الشيق اساس القوه مشكورين تسلم تسلم يمكن هذه المفارقه اللي هو موضوع التعليم عن بعد ان انت اليوم بتبلش تعليم عن بعد اعتقد حتى الجامعه عندهم هذا الجامعه عندهم الاونلاين تطبيقي والجامعه قاعد يدرسون هنا عن بعد لكن شوي الاداره الجامعيه يعني مراعيه الدكاتره فيدرسون من بيوتهم بس لما هارفارد تدرس عن بعد ما نعتمد شهادتها ليش تدري ليش المشكله ان وزاره التعليم العالي مو راضيه تتصالح مع نفسها مو راضين يسوون فلترة للجامعات اللي يعترفون فيها مو راضين يدرسون البرامج اللي الأونلاين دراسة حقيقية فأنا أنت تقولي لا ما يصير تدرس أونلاين أو ما يصير تدرس انتساب طب أنا جايب لك قبول من جامعة تخرج أفذاذ العالم الجامعة اللي أنت ما تبيها أمنع عنها الأونلاين لكن ما يصير الظلم هذا أني أنا أمنع كل شيء وأنت خلاص لأن وايد عندنا دكاترة قالها مرة شو اسمه محمد العبدالله قال
ما يصير كل الكويت عندهم ماجستير ودكتوراه. صح. المهم اسهب يقول ها اسهب ايه مو صح؟ لا صح اي صح علي ايش فيه درر علي ايش فيه يتقهقه علي؟ لا ما تقهقه هو بصمت اي وعطاني اياها مالت انه والله صوتها حسيت انا حسيت. تفضل ام علي. لا معاكم علي. هلا ام علي. الو مساء الخير يعطيكم العافيه. يعافيك سلمك. عندي كذا نقطة أتمنى يعني إن ما أكون ظلمت أحد. عندنا دقيقتين ونص يمديك كذا نقطة إن شاء الله. أنا عندي ثلاث مراحل دراسية وعيالي في مدرسة خاصة. أنا مع التعليم أي الله يسلمك مع التعليم عن بعد في حال لو كنا في وضع حظر جزئي أو حظر كلي في الأيام اللي كانت اللي عيالي أصلا قدموا فيها تعليم عن بعد. بس في الوقت الحالي ما أحس إنه لا داعي لأن الكل قاعد يطلع والكل قاعد يزور والكل قاعد يودي عياله مجمعات وجمعيات وكل مكان وأظن هذا واقع يعني مجتمعنا. اللي مو قاعد يطلع هني والله نقدر نقول والله أنهم مع التعليم عن بعد بس الأغلبية قاعد يطلعون ويروحون ويردون عادي. فبما أن الكلاسات المدرسة موجودة خلي يداومون عادي شو المشكلة يصير مع تباعد وتعقيم أول بأول هني الطالب يستفيد والمدرس راح يشرح على راحته وما راح تكون عندنا مشكلة اللي هي الانترنت أو غيرها من هالأشياء أو أجهزة اللي ما يقدر يحصلها. وضحت وضحت يا ملي مشكورة شكرا الله. يعني الناس عندها قابلية أن تودي عيالها في قابلية أن يودون عيالهم أنا ودي عيالي حتى اللي بالروضة بودي يعني عايش ناطرين شو وضع الروضة هذه مصيبة أصلا الروضة من زمان تدري تكلفة الطالب بالروضة كم بالكويت بالحكومة 6250 دينار سنويا إيه على الطالب إيه؟ الطالب في رياض الأطفال يكلف الدولة 6250 دينار ليش مو أنا اللي سويت كذي زين شو وضعهم الحين صدق شو وضعهم إيه راح اللي هو غير متزامن هم غير متزامن إيه اللي طالع فيديو ويتعلم اللي عمره 4 سنين انا اعتقد انا اعتقد سمعنا خبر ان في فيديوهات راح تنحط على تلفزيون الكويت تعليميه على قناه تعليميه يعني يعني ما اعتقد ان الاهالي بيهدون اليوتيوب ويجابلون تلفزيون الكويت ما اعتقد ما يعني هي شوف انا دائما ما احب اقسو حيل على الوزاره لانه قاعد يشتغلون واروح ترى حتى يوم ليم عم داوم بالوزاره وشفت الوضع هناك هم قاعد يشتغلون لكن وذن هالسيستم هذا ما يقدرون يتخطونه ما يقدرون يصدرون قرارات تعارض ديوان الخدمه او تعارض وزاره الصحه او وزاره الداخليه مو دفاعا عنهم لكن هذا يعني هذه قدرته هو لازم يسوي كذي يا يسوي كذي او ما يسوي امساء قاعد تسولفون عن التعليم عن بعد والجامعات اللي برا مثل هارفرد وغيره ترى في بعض التخصصات مثلا تحتاج اشياء عمليه مثلا كطب اسنان جراحه وغيره فيحتاج انه هو يسافر انزين التخصصات الثانيه اللي ما يحتاج فيها تجارب عمليه ليش ما يخلونها اونلاين انت كذي اوريدي شلت وايد نسبه كبيره من تكاليف على الدوله وان الطالب يدرسها اونلاين وياخذ شهادته ما يعترفون فيها ما يعترفون فيها اذا شهادتك كامله اونلاين ما يعترفون فيها غير كذي ان التعليم العالي الحين هم ذابحينك وتعديل التركيبه السكانيه والتخصصات ليش الجامع ليش التعليم العالي يبتعث الطلبه حق الهندسه او حق المحاسبه او حق انا عندي طلبه طلبتي يدرسون تاريخ بامريكا مبتعث من التعليم العالي تاريخ تخيل من امريكا ليش انا بدال ان تروح تدخل هالطلبه بهالبقالات هذه اللي بس تخرج ناس عندهم باتشلر لا قول له تبي بعثه ادش التخصص اللي انا احتاجه انا احدده ما تبي بعثه ادش المكان اللي تبي كيفك انا ما لي علاقه فيك جامعة الكويت تحمل هالعدد وانت معدلك حاصل على نسبة ممكن انا ابتعثك بالتخصص اللي انا ابي وتروح واصرف عليك واعطيك كل شيء ما تبي الله وياك ما يصير الجامعات تدري كم جامعة خاصة عندنا بالكويت اي بس انت بهذه هم في مشكلة ويا البعثات ويا احتياجات سنة من السنين وهذه انا شاهدتها يعني اعرف ناس بتعثوا ناس لغة اسبانية حلو الى اسبانيا انه بعد 5 سنوات راح يكون عندنا حاجه في ما ادري وين للناس يتكلمون اللغه الاسبانيه بشكل جيد. فبتعثوا ناس فعلا راحوا كم واحد راحوا بالسنه الثالثه لهم المشروع اللي كانوا بيسوونه على اساس انه يبون تكنسل يعني يحولونهم خارجيه لا والله ليش؟ صاروا مترجمين حق المحترفين والله العظيم وانا توني بقولها والله العظيم اذا كذي ودوهم برشلونه انت تخيل انت عندك 12 جامعه بالكويت خاصه 12 جامعه خاصه تنشا
لتخصص يعني برا مثلا ما يصير انشئ جامعه عندها نفس التخصصات اللي عند جامعه الكويت. جامعه الشداديه مكلفتنا 9 مليار دينار، 9 مليار تدري عشان 9 مليار تبني الكره الارضيه كلها، عندنا نفس التخصصات يدرسونها بالجامعات الخاصه. شنو ضفت انا؟ شنو سويت حق البلد وادفع هالملايين هذه حق الطلبه عشان يدرسون بجامعات مستواها هي اصلا برا التصنيف العالمي ولا المحلي حتى؟ عندك كليات ما تدري ليش. المهم صدق هذا انا ليش انا هالنائب هذا اللي يمي هالنائب انا ليش بعض المرات اتحرش فيه؟ تفضل. اي انا ابي يستجوبونه هذا اللي يمي. هو انا ما يستجوبونه، هو يستجوب الثقه مو اطرحها اخنقها. ليش؟ ما ادري ايش في علي، ما ادري ايش في ليش اقول لك يعني. خلينا نسمع مطرف. شو يقول مطرف؟ انا الشخص الوحيد. ليش انا الشخص الوحيد اللي بستجوبك؟ الدوانية مع علي خاجة وبشار الجزاف. سيد الرئيس، هذه الوقفة ما سيد الرئيس. سيد الرئيس فيك اليوم، علامك اليوم ها؟ فيك شيء اليوم؟ لا مو سيد الرئيس. لا سيدك ليش سيد؟ اخ الرئيس مكان ثاني يعني. اخ الرئيس تحس انه مو مال اصير نائب صح؟ مو مال اصير نائب بسرعه اخورها. لا لا عادي، ايش دعوه الحين اللي عندنا يعني؟ اخليكم انا اخليكم انا كلش يعني تضايق تضايق. عدل ولا مو عدل؟ لا مو عدل. زين احنا ببرينا اوكي يلا خلاص برينا فهم حالكم حلوين. زين خلينا على قدي طلال ملك وجه الكلام حق طلال ملك وجه الكلام. اي والله اي والله. زين زين انا عندي اقتراح للدوله. الله شوف شوف الساعة 3 الا 5 يلا قول تفضل. وانا اقتراحاتي ليش الحسه تطلع؟ صدق انتوا ليش ما تقولوا لي قولوا اقتراحاتك من اول الحلقه؟ انت اللي ما قلت. لا والله لا والله انا شفتكم مسهبين في الكلام. صح مسهبين صح؟ مسهبين. تصدق هذا ما يقتنع من اللغه العربيه مالتي. اوكي انا احيانا ما عندي الف لام انا اعترف. لا عادي يعني هذا يرجع للعرق الاثني وال اي شوف امانه انا اللي اثر علي العربي. لا الالف لام إيه تصعد مصيبة. المدرج لغتك كلها 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 قول اقتراحك اخلص. اي الحين الدراسه اذا صارت اونلاين راح تخفف العبء المادي على الدوله صح ولا لا؟ اذا الناس خذت شهاداتها شلون تخفف العبء المادي على الدوله؟ انت الحين مو بتعث تدزك مخصصات تصرف عليك طول فترتك الدراسيه. زين انت هني بالكويت قاعد. لا ماشيه معاشاتك ماشيه كل شيء ماشي. اه نفس الشيء وانت قاعد. اي اي شباب روحوا. لا شباب روحوا. لا حد يقعد. اي لا شباب روحوا لا حد يقعد. ما ينفع المقترح. اقتراحي يشطب من المضبطه. اي شطبه من المضبطه. إيه انا صدق من زمان ابي استخدم المصطلحات والحين لقيت المضبطه يشطب. شنو يعني مضبطه؟ اسال اللي قالها. اسال اللي قالها. لا تصعبونها علي شباب انا خلوني استخدم. اي والله وبعد شوي بروح اتغدى انتوا كيفكم؟ وين بتغدى؟ بتغدى وين؟ بتغدى بميس الغانم. انزين؟ اي بس قبلها بروح قبل ما اروح راح احجز اونلاين. لانه ما شاء الله صار ضغط فلازم انا احجز ادش على www.meisalghanem.com واحجز. حق كم واحد؟ بحجز حقي ايش تبون؟ الاسبوع اللي طاف عزمتكم. الحين بتحجز حق واحد؟ اي بس بروحي بروح. مو بس؟ مو حلو. روح بروح بدون حجز. لا لازم تحجز. انت شخصية مرموقة في المجتمع. خليك من مرموقة وهذا. تاكل بروحك؟ لا مو شيء. احنا قاعدين ومغترين. صح ومغترين وحاضرين. ايش دعوة راح تحاسبوني؟ حاضرين. يعني المغتر يحاسبني يعني؟ انزين. احجز لنا. احجز لكم على meisalghanem.com. انزين يا جماعة جد والله اللي بيحجز حق. dot.com. I'm American. Oh my gosh. اي انا منيت من كالي. اي انا منيت من كالي ولغتي شويه مكسره فاذروني شباب يعني يو نو اذروني شباب because I cannot talk in Arabic so much. I can talk in Amy but I cannot talk in Arabic you know. نورتنا يا سداني. حبيبي يا سداني. بشار وبشار عساكم على القوه وشكرا على يعني اتاحه هذه الفرصه للتحدث عن موضوع التربيه والتعليم عن بعد. اللي بس مشت. وان شاء الله نطمح للافضل يا رب ان شاء الله. تشوفني وزير تربيه؟ اشوفك وزير تربيه مؤقت. وكيل مساعد. وكيل مساعد. وكيل مساعد. انا دش بالحسبه بس لا ما يحطوني لا انا ولا علي. ليش تحت الهواء اقول لك يلا ماشي. فمان الله فمان الله. سلام عليكم.